حياكم الله مشاهدينا متابعينا الكرام، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير زملائي في الاستديو، يا مرحبا بكم ويانا عبر جولتكم وفقرتكم ان شاء الله من سوق الجبيل. طبعا هاي الفقره تهم كثير من الناس، واهم شيء عندي امهاتنا الله يحفظهن اللي هم دائما يستمتعون بجولاتنا في سوق الجبيل، يتعرفون ويانا على سوم طبعا السمك والربيان والخضره والفواكه. خلينا نشوف وياكم اليوم نبدا هني ان شاء الله من الدكه هذه ونشوف الربيان. اليوم الربيان يقولون رخيص، بنشوف الاسعار اليوم كم واصل. السلام عليكم. سلام. سلام. كيف حالك؟ الحمد لله اخوي. خبرني اليوم الربيان الاسعار كم واصل اليوم بدايه من هنا لكم؟ اليوم والله صار زين، هذا 30 في 30 35 55 هذا النمونة صار فيه. عندك هني الجامبو، هذا الجامبو الوسط؟ هذا تايكر، هذا في جامبو، جامبو في 65، تايكر 55. التايكر على 55 والجامبو على 65 اليوم، انزين، هنا الصغار على كم واصلات اليوم؟ 30 درهم اليوم. كيلو على 30. وهني كيلو على 30؟ انزين، كيلو على 30 مثل ما تشوفوا مشاهدينا الكرام، عندنا على 30 و30 و65 و55، 55 وهنا 65، 65. انزين، بننتقل وياك هني عند الدكه الثانيه اللي بعد هنا، خبرنا انواع الربيان والاسعار، كم هنا السعر؟ هذا 55 في 60 في 40. هنا بدينا على 55 وهني على 60 درهم وهني على 40. هذا طبعا كله بحر ولا من المزارع؟ هذا يعني والله كله مال البحر، واحد في بس مزارع، هذا صغير 30 درهم بس. الحبات الصغيره البيضه هذيك مال المزارع؟ واحد بس مزارع، باقي كله مال البحر هذا. زين ربيان، يعطيك العافيه. مشاهدينا مثل ما شفتوا ويانا اسعار الربيان اليوم في نزول، عندنا من ال 30 درهم تقريبا وصلات، ومن تقريبا ل 65 درهم، 65 درهم. بنشوف وياكم مشاهدينا الكرام بعد، بتعرف وياكم بعد على اسعار الاسماك المعروضه عندنا هنا. بنشوف هني عندنا الخباط اليوم، الخباط عندنا سلام ورحمه الله، خباط عندنا سلطان ابراهيم، عندنا التقوى، عندنا عفوا القابط، عندنا التبان. خلينا نشوف وياكم الخباط اول شيء كم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كم الخباط اليوم؟ كيلو 40 درهم. 40 واصل؟ ايوه. وصل 40 درهم. 40 درهم عندنا الخباط مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام، طازج من الصبح على 40 درهم. نزل الخباط. عندنا بعد مثل ما تشوفون مشاهدينا عندنا الزبيدي هنا. الزبيدي على كم اليوم؟ زبيدي كيلو 40 درهم. على 40 زبيدي؟ ايوه 40 درهم. من وين؟ هذا مال ايراني. ايران، من ايران على 40 درهم. وعندنا سلطان ابراهيم كم اليوم؟ كيلو 30. كيلو 30 درهم. 30 درهم للكيلو. وعندنا القابط كم واصل القابط؟ 15 درهم. 15. ايوه. القابط واصل على 15. عندنا هني الصدى او التبان، طبعا التبان على كم اليوم؟ التبان 10 درهم. هذا 10 درهم. الكيلو التبان على 10 دراهم، كان مسات على 15، اليوم على 10 دراهم مثل ما تشوفون التبان. وعندنا ما شاء الله القابط واصل اليوم بعد على 15، وعندنا الخباط هني واصل على 40، مسات كان على 45 و50 اليوم على 40 درهم. بنصير وياكم بعد مشاهدينا الكرام، جولتنا مستمره، بنشوف وياكم عندنا انواع ثانيه بعد من الاسماك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ارباب حالك؟ ما شاء الله عندك سلطان الحدي، عندك باشخيل هنا. الشخيري كم اليوم؟ شخيري 20 درهم كيلو. 20 درهم للكيلو، 20 درهم عندنا اليوم الشخيري على 20. والسلطان سلطان الحدي كم؟ لحظة خليني اجيك داخل هسه بنشوف هني. خبرني سلطان الحدي كم اليوم؟ 30. على 30 واصل؟ ايوه 30 كيلو. 30 الكيلو عندنا هنا مشاهدينا كم سلطان الحدي؟ هني عندنا طبعا هالهامور. هامور فيليه هذا 80 درهم كيلو. 80 درهم؟ ايوه 80 درهم كيلو. هذا مال الصبح اليوم؟ ايوه حلو، هذا مال هني، هذا مال البلاد. مال البلاد، مال شرجان. على كم قلت لي؟ 80 درهم كيلو. 80 درهم كيلو. وهنا القباقيب على كم عندنا؟ القباقيب 30 كيلو. 30 واصل اليوم. مال بلال غالي اليوم، كان 25 اول. لا هذا في مال بلال حرك، لا جديد حي يعني، هذه حي جديد. على كم؟ 30. 30 درهم كيلو. على 30 درهم. نعم. من عندنا اليوم مشاهدينا الكرام مثل ما تشوفون عندنا الدباقيب على 30 درهم. هنا الناس بعد استشره ما شاء الله على 30 درهم، شوي زاد سعره، كان 25 اليوم على 30 درهم. بنصير هنا بعد بنشوف عندنا الجش. الجش على كم اليوم؟ كيلو 30. الجش صار على 30. البياح على كم؟ 25.
25 كيلو 25 كيلو البياح على 25 مشاهدين الكرام. عندنا ما شاء الله بعد الفرش حبات الكبار وحبات الصغيره. الفرش كم اليوم؟ كيلو 25 اليوم. 25 ما شاء الله. الجدع كم اليوم؟ كيلو 15 اليوم. 15 ايوه. الجد اليوم مشاهدينا الكرام واصل على 15 درهم سعره تمام. والتقوى وين؟ التقوى موجود. على كم التقوى؟ كيلو 30. 30 ايوه كيلو 30. عندنا التقوى 30 درهم. ايش اللي التقوى فوق شوي؟ ايش اللي التقوى؟ هاي التقوى مشاهدينا الكرام مثل ما تشوفون اليوم واصله على 30 درهم. هي كيلو 30 درهم. 30 درهم. نزل زوراوني ارفع لي الفرش هنا ما شاء الله. عندك حبه واحده بس تقوى ها؟ ايه بس حبه واحده. انزين ارفع لي الفرش هنا. فرش ما شاء الله مثل ما تشوفونه حبه كبيره. كيلو 25 درهم. على كم؟ 25 درهم. 25. 25 اليوم واصل عندنا الفرش على 25. بننتقل وياكم بعد مشاهدينا الكرام جولتنا مستمره وياكم. بصير الطالب عند دكه ثانيه. من الدكات هنا عندنا طبعا هنا دكه هاي مختصه باسماك طبعا المستورده. عندنا مثل ما تشوفون هنا عندنا السبريم وعندنا البياح. خلينا نشوف وياكم وش البلطي. البلطي زائد سعره 10 دراهم. 10 دراهم يا 10 كان 8 دراهم اول الحين 10 اي يا 10 زاد السعر. انزين بنشوف وياكم هنا عندنا السيباس. السيباس كم اليوم؟ السيباس 35 يعني. 35 السيباس. 35 السيباس. السبريم 28 28 السبريم. هذا التركي؟ هذا مال تركيا. على 28 كيلو. 28 كيلو نعم. 28 عندنا الكيلو. البياح المصري كم؟ 20 درهم بياح. 20 واصل. نازل سعره امس كان 22 اليوم على اليوم هذا 20 درهم. 20 درهم ما شاء الله. مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام اخذنا وياكم جوله بسيطه وتعرفنا وياكم على انواع الاسماك الموجوده والمعروضه اليوم في سوق الجبيل. تابعونا وخلكم ويانا بسير وياكم قسم ثاني. حياكم الله. مستمرة جولتي معاكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام من سوق الجبيل من قسم اللحوم والدواجن. حاليا متواجد انا هنا عند احد المحلات. المقاصف طبعا اللي موجوده هنا. بنشوف انواع اللحوم واسعارها اليوم ما شاء الله كم واصله. السلام عليك. صباح الخير. السلام عليكم. صباحك الله بالخير والعافيه. هلا وسهلا. كيف الحال؟ تعرفني باسمك؟ رضا معاك. رضا كيف حالك يا رضا؟ حياك الله بارك. رضا خبرني ما شاء الله شوف عندكم مجموعه من الذبايح اليوم وما شاء الله شغالين على التقطيع. فخبرني شو اللي واصل عندكم اليوم وشو الاسعار؟ في هندي طازج فريش الواصل اليوم. هذا الهندي؟ نعم هذا لحم هندي. هذا الكيلو ب 33. على كم؟ 33. 33 درهم الكيلو. كان قبل 45 35 ما ادري الحين يعني نزلنا عليه تنزلات شويه يعني الحمد لله ربنا. عاملين خصم. خصم نعم ويوم الذبيحه الكامله ب 30. الذبيحه كامله على 30 درهم للكيلو. يعني 5 كيلو 5 ونص 6 كيلو على حسب ما يبغى الزبون بناكل وياه. ما شاء الله عندكم اليوم الهندي. وخبرنا شو اللي عندك المستورد الباكستاني العجل. يعني في الباكستاني عجل، في باكستاني خروف، في باكستاني غنم برضه. في عندنا خروف استرالي طيار وفي استرالي محلي وفي خروف نعيمي بعد. زين نبدا وياك من الخروف النعيمي عقب الاسترالي المحلي والطيار. خبرني الاسعار كم؟ والله الاسترالي الطيار الحين الاسترالي الطيار ب 30 الكيلو. على 30؟ على 30 نعم والنعيمي على 45. على 45 نعيمي. 45 نعم. عجل باكستاني اليوم ب 27. 27 بالعظم ولا من غير؟ بدون عظم. مع العظم ب 18. على العظم 18. نازل سعره كان 22 اليوم على 18. نازل برضه السعر الحمد لله رب العالمين. تنزلت برضه كان حتى من غير عظم اللحم الخالي على 30 32 اليوم على 28 27 كمان على 27 27 الحمد لله تمام. المستورد؟ المستورد نعم اللي هو الطياره باكستاني بجيب الطياره مستورد الطياره نعم ما شاء الله. وشو بعد عندكم تجهزون طلبيه حاليا ولا شو ما شاء الله عليكم؟ هذا حق الكاستمر وحق الروستر المطاعم وهيك اي شيء الحين يبغى يشيل انا ما شاء الله. بعد اسعاركم جدا طيبه يعني 33 28 عليه طلب. فشو اليوم الاقبال الشديد على اي نوع من الغنم الهندي؟ الغنم الهندي لانه كان قبل 35 36 الحين 33 سعره كثير يعني نازل يعني. شكرا شكرا يا اخوي رضا بارك الله فيك واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. حياك الله. مشاهدينا متابعينا الكرام مثل ما شفتوا ويانا اليوم اسعار اللحوم جدا نازله. الهندي واصل على 33 عندكم العجل على 28 طبعا المستورد. يعطيكم العافيه خلكم ويانا مسير نكمل جولتنا. حياكم الله.
رجعنا لكم مشاهدينا متابعينا الكرام في جولتنا المستمره معاكم من سوق الجبيل. اليوم حاليا متواجد انا في قسم الخضار والفواكه، لكن قبل لا انتقل وياكم على نسوم الاسعار الخضره والفواكه، شفت المحل هذا رمسنا عنه قبل، بس حبيت اخبركم مره ثانيه انه سوق الجبيل طبعا ما شاء الله عنده دائما يتحفنا بمحلاته اللي دائما يفتحونه عندهم، مثل ما تشوفون عندنا هنا محلات العسل، هنا محل العسل، محل مكسرات وخضره، ما شاء الله شوفوا العسل هنا، هذا عسل السدر الملكي سعره تقريبا 300 درهم، وعندنا سعر عفوا عسل السدر هنا بعد السعر على كم هنا السعر؟ هذا 250 طبعا، وعندنا هنا مال البلاد ما شاء الله طالعوا كيف العسل هنا الكيلو على 250، كيلو على 300، وهنا عسل سمر الاماراتي ما شاء الله، وعندي طبعا مجموعه ثانيه من انواع العسل هنا عندكم، هنا مسوون بالشمع طبعا. ها من وين هذا؟ هذا من روسيا. من روسيا، كم السعر هني؟ هذا 50 درهم. 50، هذا صاحبنا راح المحل يقول على 50 درهم، وهذا محلي على كم؟ هذا 200 درهم. 200، هذا على 200 المحلي. تمام، يعطيك العافية. مثل ما شفتوا مشاهدينا محل جديد طبعا صار له فترة فاتح هنا مختص بالعسل، وبنشوف وياكم هني وصلنا عند الفواكه. الفواكه ما شاء الله مثل ما تشوفون عندنا موسم الهنبة، الهنبة قام الحين يجينا باستمرار هنا في سوق الجبيل. بنشوف وياكم صاحب المحل، بنشوفه وين. السلام عليك. وعليكم السلام. كيف حالك بيه؟ الحمد لله. عبد الكريم. عبد الكريم كيف حالك؟ الحمد لله. عبد الكريم ما شاء الله هنبة عندك انواع برتقال تفاح، خبرني الهنبة من وين هذا؟ هنبة مال هندي، هذا مال بدامي. على كم واصل اليوم؟ صندوق 25. صندوق على 25، كم كيلو في الصندوق؟ يمكن 4 كيلو. 4 كيلو تقريبا، 4 كيلوات اللي هي في الصندوق هنا عندنا، هذا الهنبة الهندية اللي يسمونها شو اسمها؟ بدامي. بدامي؟ بدامي، بدامي الحبات كبيرة، وعندنا طبعا هني السندرة مال باكستان. سنطرة من باكستان، سنطرة من باكستان، زين. والتفاح انا شو اخباره، من وين التفاح؟ التفاح مالي ايطالي، مال افريكا، ساوث افريكا. ايطالي وافريقي، على كم الايطالي وكم الافريقي؟ كيلو 7 ريال. كله على 7 دراهم؟ الاثنين على 7 دراهم. الاثنين على 7 دراهم، بنشوف وياك العنب من وين؟ عنب مال الهندي. السعر كم؟ سعر كيلو 8 ريال. 8 دراهم للكيلو؟ زين، وهذا هم بس صغار شو هاي؟ مال اليمن. من اليمن؟ اليمن. على كم السعر؟ هذا صندوق 20. صندوق 20 درهم، صندوق 20 درهم، على كم بعد؟ هذا 20، هذا في هذا 20، هذا 15. هني على 20 درهم، هذا مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام الهنبه اللي ميوبه من اليمن على 20 درهم، وهني على 15 بعد، هاي من اليمن، ها من اليمن؟ يمن، يمن، غير نوع، غير نوع ثاني طبعا من اللي الهنبه اليمنيه عندنا، وهني مثل ما قلنا الهندي، وعندنا خبرني هنا الشمام على كم؟ شمام اليمن كيلو 4 ريال. على 4 دراهم للكيلو. هذا اللي عندنا هني هذا؟ يمن، يمن. من اليمن. يمن. هذا عندنا الشمام اليمن هني على تقريبا كم الكيلو؟ كيلو 4 ريال. 4 دراهم، 4 دراهم عندنا الكيلو، وعندنا الكيوي كم؟ كيوي 10 ريال صندوق. 10 دراهم للصندوق هذا؟ مال ايران. مال ايران. زين خبرني تعال شو اخبار اليح؟ اليح من وين؟ كم السعر؟ اليح مال الهندي، هذا في مال ايران، ايران في من 8 ريال. هذا الهندي؟ هذا ايراني، على كم المن؟ من 8. 8 دراهم للمن الواحد اللي هو اليح عندنا الايراني، والهندي وين؟ الهندي هذا اسود. هذا الهندي. هذا 10 ريال. المن على 10 دراهم. الهندي 10 ريال. الهندي هني عندنا على 10 دراهم. يعطيكم العافيه، شكرا ما قصرت. يعطيكم العافيه مشاهدينا متابعينا الكرام، شفنا وياكم اليوم جولتنا الشامله في سوق الجبيل، تعرفنا وياكم على الاسعار المعروضه والبضائع المعروضه طبعا من اللحوم والخضار والفواكه والاسماك، وختمنا وياكم من قسم الخضار والفواكه من هذه الفواكه الجميله الطازجه ما شاء الله بالوانها. حياكم الله، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه، مع السلامه.